السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيدير الاخوان؟ لاباس عليكم؟ كيفكم؟ تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. كانوا وصلوا لي لي كومونتير، الناس كيسولوا على الاثمنه ديال الزليج. ان شاء الله غادي نديروا لي جوله في المحل وغادي نوريكم المحل ان شاء الله. المحل ديال الزليج ونوريكم الاثمنه وان شاء الله يعجبكم. هذا اليوم ان شاء الله غادي ندوي على واحد الموضوع اللي مزيان اليوم، ديال الناس اللي عندهم الدروج اللي ولاو، يعني الشراجم اللي ولاو كيخرجوا في الدروج على حساب الوقاية المدنية، على حساب ولو كيخرجوا من اوبليغاتوار كيكونوا في الدروج، كيكون فيه شرجم تقريبا متر على متر، يعني كيكون داك الشرجم اغلبية الناس كيديروا ليه البي في سي، كل واحد شنو كيدير ليه. انا اليوم ان شاء الله نشارك معكم واحد الفكرة ديال لابياج الخشب، وفي نفس الوقت يعطيك الضوء ويعطيك الدار كتكون منفسين مهوية. خليكم معايا باش تشوفوا الموديل، وغادي نشوفوا واحد البلافون لي 100% ديال الشين المنقوش، يعني ما فيش البلكسي كلاس. خليكم معايا وتشوفوا الدخله ديال الصالون، يعني كيبقى مجرد افكار. وان شاء الله انه يعجبكم الفيديو، وما تنساوش الاشتراك في القناه، وتبارك الله عليكم. خليكم معايا باش ندير الجوله. احنا دابا الدروج هي الدخله، ها هي هذا الموديل، باقي تابع الفيرني، يعني ها هو، يعني فيه هاد الزواقة ديال السليمانية بسي إن سي ديال الشين، ويمكن ليك دير فيه شي أختيكل إلا بغيتي تحطو هنايا، كتجي شحال الصندوق، لي كيكون لابياج، في نفس الوقت كيعطيك الضو، كيعطيك الضو للدروج، وكيكون الدار ديما مهوية، وفي نفس الوقت كتعطيك واحد إطلالة زوينة بالدروج. الشكل ديالها وريتكم الشكل ديالها من على برا، عفوا من الداخل، ها هي كيفاش كتجي من على برا لاكور، كيكون الشامبر ديالها شتيها، في نفس الوقت كتعطيكم إضاءة للدروج، وكتكون الدار مهوية. هذا هو لافونتاج ديالها، وكتبقى شكل عندها راقي. هذا صالون، يعني الموديل ديال الصالون، صالون هذا غيكون فيه ها انتم كتشوفوا لي لابياج بسي ان سي، غيكون فيه البيكسي كلاس كيشعل فيه الضو، الى شي في حاجه بغيتو تديروا الباب اللي كتستغلوا هذا الاسباس ما يبقاش هكا ان شاء الله يبان لكم الشكل. هذا ديال الشين فيني، هذه كادروما من بعد غادي ندوز لها الفيرني ديالها، ويترك لها البيكسي كلاس، وتكون الإضاءة ديالنا ها الإضاءة فين عندنا حنايا، الإضاءة ديالها اللي غادي تشعل فيها الضو، و ها البلافون، بلافون كامل اللوح، يعني منقوش منقوش بسي ان سي، يعني ماشي بليت، كيجي هاد الشكل ديالو، هو مازال ما فيرني، من بعد فاش غيتفيرنا ان شاء الله غادي يعطي واحد الشوفة زوينة، كتبقى الاختيار ديال كل واحد شنو باش غادي يفيرنيه. لي سبوط غيكون هنايا بطبيعة الحال، كيكون كتكون بلاصة ثرية. ايوا ان شاء الله يكون الفيديو سريع، درتو معكم ان الفيديو يعجبكم، وما تنساوش الدعم للقناه. وناحيه الاثمنه كتبقى الاثمنه ديال كل واحد باش كيخدم، وشنو هي النوع ديال الخدمه اللي بغا، وشنو هو النوع ديال الخشب اللي غادي اللي بغى يدير في الدار. هذا هو علاش ما كنديرش الاثمنه خصوصا في هذه الخدمات هادو، يعني كل واحد وشنو العبار اللي عنده، شنو الخدمه اللي غادي يدير، هذا هو اللي كاين. وان شاء الله اللي بغى اثمنه يكون النمره ديال التليفون راه كاينه، يتواصل معايا ان شاء الله، وما يكون الخير. تبارك الله عليكم.